الله تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يجي في اللحظة الأولى يقول للمؤمن إذن مثلا، لأنه المؤمن ما يقبل، هذا شيء واضح، إيمانه يمنعه من ذلك. ولكن الشيطان يخطط ويفكر ويسوي مراحل خطوة خطوة يجي، لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة يجي إلى أنه يوقع المؤمن فيما لم يكن يريده. هو بعدين يفكر ليش سويت هذا العمل، ما كان يريد هذا العمل، ولكن هذه المقدمات تسوق إلى هذه النتيجة قهرا. إذا واحد راح في هذا الطريق، راح في هذا الوادي، يوقع في تلك الهاوية. لا تتبعوا خطوات الشيطان.